يصادف 27 من شهر أكتوبر الذكرى 5 لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة. هذا اليوم التاريخي الذي تلا تحرير المدينة على أيدي قوات سوريا الديمقراطية وتأمين حفظ الأمن بالمدينة من قبل قوى الأمن الداخلي وتسليم المدينة لأبنائها من خلال بدأ العمل بتشكيل الكومينات والمجالس وأيضا تشكيل الإدارة المدنية الديمقراطية في 27 من أكتوبر عام 2017. طبعا أخذت على عاتقها الإدارة المدنية الديمقراطية منذ لحظة التحرير الأولى أن تأمين المستلزمات الأساسية للأهالي بعد تحرير المدينة، منها بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وقوى سوريا الديمقراطية كانت إزالة الألغام وتأمين المدنيين وعودة المدنيين إلى منازلهم، إلى جانب تأمين الأمور الأساسية كالمواد التموينية والخبز وأيضا المياه وجانب فتح الطرقات، ومن ثم جانب القطاع الصحي الذي كان من أبرز القطاعات التي تم البدء بالعمل بها من خلال فتح بعض الأقسام، إلى ما وصلنا بعد 5 أعوام إلى تجهيز كامل المشفى الوطني وأيضا فتح أكثر من 10 مستوصفات في مختلف القرى والنواحي والبلدات. وأيضا يتم العمل خلال هذا العام على مشفى خاص بالتوليد إلى جانب مستوصفات عدة أيضا في بلدات ونواحي أخرى، واستكمال جانب الصحي في مختلف الأقسام والجوانب التي هي حاجة للأهالي وفي المنطقة. أيضا جانب قطاع التربوي الذي أخذ حيزا كبيرا من العمل من قبل الإدارة المدنية ولجنة التربية والتعليم منذ البداية، وحيث خلال 4 سنوات في ظل وجود داعش في المدينة تم العمل على منع التعليم في المدارس ومحاولة لاستهداف المجتمعات من خلال زرع الجهل وإيقاف العملية التعليمية. خلال هذه 5 سنوات أيضا تم ترميم مئات المدارس، ووجود الطلاب في المدارس يتطور من عام إلى عام، حيث في هذا العام أيضا تم اعتماد منهاج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كمنهاج في المدارس بعد انتهاء مرحلة الإسعافية، وحيث بالبداية كان هو منهاج اليونس في منهاج الأزمات، حيث المنطقة تشهد استقرارا ومطالبة وتوافقا مع الأهالي في المنطقة. تم اعتماد منهاج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. وأيضا في جانب الزراعة كان هنالك أيضا تركيزا بهذا الجانب، حيث أن المنطقة هي زراعية بامتياز، كان هنالك تشجيع من البداية لأهالي للعودة إلى أراضيهم، وبعدما سيطرت عليها داعش في الفترات السابقة واستثمرتها لصالح تنظيماتها الإرهابية ومن يواليها، أيضا كان هنالك دعم من قبل المجلس التنفيذي ومتمثلا بلجنة الزراعة والري لهذا الجانب المهم للمنطقة. وأيضا في جانب التنظيم والتدريب كان هنالك بشكل عام تركيزا على هذا الجانب من خلال أيضا مشاركة المرأة في كافة المجالات سواء السياسية بعدما كان لها مشاركة من بقوات سوريا الديمقراطية وأيضا قوى الأمن الداخلي، أيضا بالنسبة للإدارة وأيضا الحركات النسوية، ودور المرأة كان منذ اللحظة الأولى في التحرير على أيدي قوات سوريا الديمقراطية وأيضا قوى الأمن الداخلي، وأيضا في التأسيس في مرحلة البناء والتأسيس بالإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، طبعا في كافة لجان المجلس التنفيذي والمجالس المدنية والمحلية، وبدءا أيضا من الكومينات. طبعا وجود النساء في كافة مفاصل اتخاذ القرار هي إنجاز حقيقي استطعنا الوصول إليه، وخاصة في ظل سياسة التهميش الموجهة للمرأة خلال العقود الماضية بسبب العادات والتقاليد البالية وعدم تقبل المرأة في مكان صنع القرار. لكن من خلال مشروعنا مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومن خلال العمل
الدؤوب من قبل حركات المرأة ومنسقية المرأة. اليوم نسبة المرأة تضاهي نسبة الرجل في كافة مفاصل العمل واتخاذ القرار، وتشارك في كافة الفعاليات ووضع الخطط الاستراتيجية ووضع البرامج العامة للإدارة. طبعا منسقية المرأة بالمجلس التنفيذي أيضا أخذت على عاتقها أن تصل وإلى كافة المجتمعات وإلى كافة النساء، وبالمرحلة الأولى كانت مهمتها هي صعبة وهنالك العديد من التحديات، وخاصة في ظل استمرار التهديدات من قبل الدولة التركية التي تحاول استهداف مشروعنا من خلال استهداف النسوة العاملات ضمن هذا المشروع، المؤمنات بهذا المشروع، القائمات على هذا المشروع. لكن من خلال إصرارنا كمنسقية المرأة في المجلس التنفيذي كان لنا العديد من البرامج والأعمال خلال هذه الخمس سنوات، من خلال التدريب والتنظيم، وأيضا من خلال وضع اللقاءات مع النساء والتوقف على المشكلات الاجتماعية والمشاكل التي تواجه النساء والمجتمع. أيضا إلى جانب الحالة السياسية كانت هنالك مراقبة ومتابعة للحالة السياسية ووضع برامج للتمكين السياسي المستمرة عبر هذه السنوات، إلى جانب العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية، إلى جانب مشاريع الخاصة بالطفل. طبعا ليست المرأة فقط هي من كانت تعاني، أيضا الفئة الشابة كانت مهمشة، ولا يكون للشبيبة أي دور في الحالة السياسية أو الإدارية، لكن الإدارة المدنية الديمقراطية ركزت بناء على مشروعها وإيمانها بالفئة الشابة والقدرة الكامنة الموجودة بالشبيبة على التركيز على هذا الجانب. ومن خلال لجنة الشباب والرياضة كان هنالك دعما للحالة التنظيمية والتدريبية والتنموية أيضا والتعليمية، وأيضا المشاريع الرياضية والمشاريع التي يطمح لها الفئة الشابة. وطبعا هنالك استمرار لنا في وضع الخطط والبرامج للمشاريع التي يطمح لها الشعب من خلال الجوانب الخدمية وأيضا الصحية التربوية الاقتصادية، والعمل على استمرار تنظيم الإدارة، ومن خلال مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء نضع البرامج المستقبلية للإدارة المدنية الديمقراطية النابعة من المجتمع وفق نظامنا التشاركي ما بين المجتمع والإدارة في وضع الخطة العامة للإدارة. هذا الجانب أيضا نعمل عليه خلال هذه الأيام لوضع خطة العام المقبل بما يتطلب للمجتمع، حاجة المجتمع، وبما يتطلب لآراء ومقترحات الشعب. بنهاية لقائنا يطيب لي أن ترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين بفضل تضحياتهم تحررت مدينتنا وتم بناء ما دمرته القوى الإرهابية، أيضا على أيدي من وعدوا الشهداء أن يستكملوا المسيرة. طبعا أيضا نتوجه لأهالي الطبقة بأحر المباركات بالذكرى الخامسة لتأسيس الإدارة المدنية الديمقراطية. طبعا أيضا بفضل دعم الأهالي والمكونات والشعوب الموجودة في الطبقة ترسخت الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة، وأصبحت مطلب شعبي ملح في باقي المناطق الداخل السوري من خلال التواصل المجتمعي. هنالك مساعدة قوية من قبل الأهالي لدعم الإدارة المدنية الديمقراطية وترسيخ المفهوم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حيث هم أيضا واعون لما يحاك ضد الشعب السوري بشكل عام، ويرون أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا هي حل لأزمة سوريا وأزمات الشرق الأوسط. طبعا نعد شهدائنا بالبداية ونعد أهالي الطبقة بالاستمرار في وضع الخطط والبرامج التي تلبي متطلباتهم، ونعدهم بالمزيد من الخدمات وضع في العام المقبل والأعوام القادمة من خلال الحالة التشاركية ما بيننا كإدارة مدنية ديمقراطية وبين الأهالي والمكونات الموجودة في المنطقة.